لكن ايش تقول ابو ابراهيم؟ انا اول شيء اعزي محمد الله يغفر له واعزي اولاد الجريد واقاربه واصدقائه وجميع من كان منتفعين به من المسلمين، وهذا بذل نفسه لله وبذل نفسه للاسلام، وما عند الله خير ما ابقى. ودائما موت الافاضل والناس العلماء والناس اللي لهم قيمه بالمجتمع ما في شك انها تكون اكبر ثلم في للامه ولا للشعب. فنضي على كلام محمد، اذكر كان في قاضي عندنا بالبدايع الله يذكره يرحمه ويشكره فسيح جناته، اسمه محمد السحيباني. يا سلام. وكان مشهور يعني بين الناس ومحبوب، وكان عاف عن الدنيا، ما كان يتكلم في امور الدنيا، تجلس معه ما يقول لك بعنا وشرينا وترحنا، كله كلامه في الاخر. وكان امام وخطيب ومفتي وقاضي بالبدايع، وكان صديق خاص للوالد يعني صاد اكثر يعني دائما ابوي الله يرحمه كان له مجلس بعد المغرب تقريبا بالاسبوع مره ومرتين، لازم يجي يجلس مع الوالد ويشوف الوالد او يروح لمو الوالد. الوالد ما يصلي التراويح الا معه، فبينهم صداقه عجيبه مع تفارق السن. يعني ابوي كان بالثمانينات الله يرحمه يوم توفى وكذا، وهو كان تقريبا بالخمسينات، توفي عمره بالخمسينات. فبعد ما توفي ابوي الله يرحمه زرته انا بالمحكمه الله يرحمه، فكان والله يبكي على وفاة الوالد ويذكر وذكر لنا أسرار عن الوالد ما كنا نعرفها احنا. سبحان الله. أيوه. وبعد ما توفي هو البدايع طلعت جنازته، يمكن أنا ما أذكر التاريخ لكنه من أكبر الجنائز اللي في البدايع. تعرف الناس يمشون بالجنازة في البدايع بالمسجد الجامع الكبير إلى المقبرة يمشون حمل على الأكتاف. صحيح. أيوه. يعني ما يشيلونه بالسيارة. أي نعم. فيقولون اكتظت الدنيا والمقبرة فموته لمحبة الناس له، لأنه ما شاركهم بالدنيا، كان باذل نفسه للآخرة. هو يقول يبين حب الناس للي يحبون. سلام. إلى حملوا فوق الكتوف الجنائز. سلام. ما عاد يخفى خافي إن كان مكنون، الموت يطلع ما حوى القلب حايز، من كل فج جو لدفنه يحضرون، شيخ يجلونه وبالحب فايز، خطيبهم وإمام خلفه يصلون، وقاضي ويفتيهم حرام وجايز، شيخ البدايع كل أهلها يخبرون، ولد السحيباني من العلم حايز، وأنتم شهود الله أرضه تعدون، محمد شيخ الركز له الركايز، وقلوبكم حتى غديت وتكنون حب وبين يوم حمل الجنايز، أيا خليل أبوي والقبر مدفون، جعلك معه في جنة الخلد فايز، أيا خليل أبوي والقبر مدفون، جعلك معه في جنة الخلد فايز، ما عاد ينفع عقب ما عاد عقب الموت وعظ تخافون، يا أهل النفوس اللي تشيلون الحزايز، يا أهل ما عاد عقب الموت وعظ تخافون، يا أهل النفوس اللي تشيلون الحزايز. الله يرحمهم جميعا ويسكنهم فسيح جناته، اجمعنا بهم في جنات النعيم. آمين. حس اسمع القصيده هذه ابنائه ارسلتها لهم شيء؟ اي وصلت لهم كل ايام هذه يمكن قبل 5 سنين او 6 سنين. سبحان الله. جزاك الله خير. كلام جميل والله يغفر لهم ويسكننا وياهم فسيح جناته يا نبي.